لو الحكاية فيها إن فيتو. عرفنا بحضرتك. أنا اسمي سيد محمد علي جامع. أهلا وسهلا. أهلا فيتو. صنايع أركيت ولحام و... تمام. في مصنع؟ أو في المصنع هنا يعني بقالي فترة يعني. أدي إيه؟ يعني بقالي حوالي 20 سنة. ما شاء الله. تمام. شغلانة حضرتك في المصنع الناشين واللحام عاملة ازاي؟ حضرتك بتعمل ايه هنا؟ دورك ايه في المصنع؟ دوري مثلا ممكن تجيلي حاجة انشرها اركيد، لحم، درع، ميداليات، حاجات كده. طبعا في حد، في ناس بتكمل بعد مني. فرشة جوه بتلمع، في طيلة، في عم فتح برضه بيخرج حاجات على المكنة. فكلنا بنكمل بعضينا يعني، لغاية الشغل ما يخلص في الاخر حط في العلب وتسلم لي. تمام. ده بيكون بالطلبيه ولا علشان في توزيع؟ اه بالطلبيه. ممكن مثلا دكتور طالب شغل شركه معينه، فاحنا بقى بنعمل له الحاجه ديت وبيجي ياخدها بامر الله. تمام. اشهر الدروع او اشهر الاشكال اللي حضرتك بتعملها او الاكثر مبيعا ايه هي؟ يعني تبع الجيش، شغل تبع الجيش. الجيش يعني ممكن تورده شغل للجيش او خيمه وحاجه، هو دروع وحاجات كده يعني. يعني حضرتك ان هو بتاع المباريات ده، فهو المسؤول يعني، فبيعمل لهم اللي هم عايزين. طب الشغل من 20 سنه لغايه دلوقتي الاحوال عامله ازاي؟ لا طبعا زمان كان احسن، زمان كانت الحاجه ارخص وكان قيمتها ليها قيمه. تمام. دلوقتي الحاجه كترت وكل من هب ودب لما يعني دخل في الموضوع وقله الخبره قليله، فكل عايز يبيع وخلاص. طبعا في ناس بقى اللي بتفهم زي عم ابراهيم كده، طبعا بقى له فتره طبعا المكان بتاعنا. فطبعا ده له وضع ثاني يعني. المصنع بقاله قد ايه؟ يعني شغله طبعا هو بقاله في سنين بقاله في المطاشر. بقاله سنين حضرتك، تاني مصنع على العالم ده. تاني مصنع للناشين والدروع. بيعمل الدروع بتاعت الاهلي والدرع بتاع الاهلي اللي هم بيقولوا. تمام. صحيح. تمام. طب اختلف المصنع ازاي من فترة العشرين سنة؟ هل عمالة قلت؟ هل في التطور؟ برضو المكان يعني عشان صاحبه برضو توفى، فبقاش في الاهتمام اللي انت لما تكون مثلا حاجه دي بتاعتك بتحافظ عليها. صحيح. غير لما يكون واحد تاني يعني بخلص بس وزي صاحبها مش ورثه اللي هم فيه دلوقتي. بتفرق. هو طبعا الراجل كان موجود الله يقدس روحه، فكان مهتم بالمكان. المكان صحيح. غير مثلا انا مثلا خدت حاجه مش بتاعتي، هو مش مهتم بيها زي صاحبها. تمام. انا حضرتك بس ادي كل الحكايه. هو لو موجود كان المكان ده بقى احسن بكتير. صحيح. وكان اتحرك وكنا احنا اتحركنا معاه. هو كمان ندقات عيشنا. بالنسبه للعماله قلت شويه عن الاول. كانت قد ايه ودلوقتي بقت قد ايه يا عم فتحي؟ يعني العماله كان هنا في المصنع حوالي يعني بتاع 100 عامل في كل الادوار. تمام. بالصبيان بالقريبين كله بتاع كان 100 عامل. تمام. فطبعا الفترات ديت قلت لان طبعا صعب المكان مش موجود. وطبعا بيمشي بقى، بيروح يفتح مكان تاني. بيمشي كل اللي مشي من هنا من المصنع عمل لنفسه مكان بره ويشتغل وياخد شغل الزباين بتاعت المصنع ويشتغل بيها بره عادي، مفيش مشكله. بس هو كل المشكله ان العماله قلت كمان. يعني بنسبه كام؟ يعني بقى كانوا كام وبقى دلوقتي كام؟ تقدري تقولي النسبه قلت 50%. 50%. تمام. العماله قلت على مستوى الورش كلها قلت 50%. صحيح. لان كل واحد بقى كترت وكل واحد بقى بيشتغل بايديه، ما بقاش حد يشغل حد، ما فيش حد يهتم بحد دلوقتي يعني من الاول. فكل بقى بيلجا بقى التجارة بقى والحاجات دي زي ما انت شفت حضرتك. كل الورش اللي هي كانت المصانع زي كده هو بدأت تعمل اللعب والحاجات التجارية اكتر. اتحولت للتجارة اكتر من الصناعة اللي كانت بتعملها. فقلت اساسا الصناعة اليدوية في ال طبعا الصناعة اليدوية حتى في الخليج الصناعة اليدوية قلت. قليل اول ما تلاقي واحد قاعد ينقش في صنايع دلوقتي. صحيح. بقت يعني قلت عن الاول. طب الدروع والنياشين اللي حضرتكم بتعملوها والقلادات زي ما عم سيد قال ان فيها منها للجيش. تمام. في منها للرياضه. في منها للرياضه وفي منها اللي بنعمل الاطباق اللي هي المدوره ديت اللي بتوع مرضى الكبد. لا ستة بس هنا طلع اول حاجه بيعملها بينزلها في الدوت بحر تطهير. تمام. ده بينزل فيها بشبكه زي كده اهوت
لما يكون ميداليه تذكاري زي كده اهو تمام ننزلها بقى هنا اهو في الحوض بعد بتقعد فتره على اساس ايه دوت ننضف الشوائب اللي هي من بره بقى من بره مثلا فرشه جماطه حاجات كده اهوت يروح جاي مطلعها من هنا اهو تمام بعد بتقعد فتره هنا اهوت بتنضف يروح جاي واخدها شاطفها بميه حلوه دي ميه حلوه بعد ما اشطفها ميه حلوه يروح جاي ينزلها هنا اهوت دي ميه اسمها نعى متريون متريون ميه بمتريون بعد ساعه بعد ما طلعها من هنا يروح جاي شاطفها بميه حلوه وحطيتها ده نحاس احمر نحاس احمر تنحيس احمر تمام بعد ما يطلعها من التنحيس الاحمر تروح جاي شاطفها وننزلها تاني قلب النعى هنا بعد ما يطلعها من هنا بقى ده حوض النيكل نيكل ده بيشتغل ده هزاز يفضل رايح جاي كده وتروح جاي معلقها هتفضل بقى ايه تاخد رايحه رايح جاي هو ما علينا هو بيبص عليها يشوفها إيه النيكل بتاعها حلو وبقى تمام التمام يروح جاي مطلعها طلعت من الحوض اشطفها بميه حلوه الميه حلوه تاني هنا اهو لو نيكل لو لها ذهب بعد ما يطلعها من النيكل ويشطفها ميه حلوه يروح جاي واخدها على النحاس ده نحاس اصفر نحاس اصفر تاخد الاصفر عشان ليه بقى عشان تاخد ذهب تمام بعد ما يحطها في الاصفر يروح جاي مطلعها شاطفها بميه حلوه ويروح جاي يدخلها على الذهب هنا حوض الذهب ده برضه نفس النظام نفس النظام اللي هو النيكل الزيز ده يفضل رايح جاي ياخد بقى كده ويفضل رايح كده لغايه وهو كده هو برضه يطلع الميداليه كده هو ويشوفها الذهب بتاعها تمام 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 خد الذهب اللي هو شايفه صح يروح جاي مطلعه شايفه ميه حلوه ونشفه في المنشره دي بالنسبه للحاجات اللي هي التذكاري التذكاري في بقى اللي هي بتبقى حاجات في ميدالية في زرده ملحومه هنا هو تتربط بسلكه السلك دوت وتربط في قلب الجنش دوت بس ربط في نوع ده لان في زرده هنا اهوت وفيها خرم اللي هي بتتعلق بيه زي الميداليه بتتحط بقى كده اهوت كذا واحده اللي بقى بيبقى سهل بقى تمام زي دي كده الميداليه بتاعت نفتيبه تمام خد بالك يروح جايب حاططها كذا واحده بقى ويحطها لنفسه تاخد الدوره اللي انا حكيت لك على حضرتك فيها تمام هنا بيطلع بعد مثلا في الوان الالوان دي بقى فوق عند انها نطلع لها الجرع تمام والصواني اللي تحت الصواني بقى نوريها لها تتصور دي ده شعر تحطي ممكن تحطي على الصينيه ممكن تحطي على الدرع كده طب ما دامها بحكم ان انت 25 سنه في المهنه دي شايفه ازاي اتطورت او ازاي فعلا الشغل نفسه هل تراجعت نسبه المواعيد بالنسبه لك ولا احكي لنا بقى من 25 سنه كان ايه الموضوع لا كان الاول يجيلك شغل كتير كنت ممكن تعملي مطالب ب 50000 و 100000 طلب تمام الشغل كان كنت اصبح حسين بقى عشان ما بقت تنزل دروع تنزل شراب نزلت بدل ما كنت مثلا الشرط جايب مطليه وبعالج مثلا ب 75 وبعالج بجنيه انت هنا شربتي مثلا بتكمليها بشفافه مثلا ستيكر لو انت عندك نظام ستيكر بتجيب ستيكر وتوصيه وتلزقيه على الشرط تعمليها شفافه انت شايفه زي كده اهو تمام ولا ببعت لك دلوقتي هو بعت لك الشرط جاهزه السن هنا ب 75 انت مثلا بتدقيها اصلا من عند الدقايق ب 75 بجنيه هو بقى بيجيبها لك هو اصلا يعني كلها على بعضيها كده اهوت على ابوها يعني كده 75 قرش صحيح فبيخسر فين هنا اصبحت هنا مصنع كانت بتعمل ب 100000 و 50000 و 200000 في الشغل مثلا ميداليه مثلا زي دي ممكن كانت تعمل 200000 300000 هنا هذا دلوقتي ممكن يوم ما يجيلك قوي 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 200 ميداليه ويوم ما تسمع 500 ميداليه 400 ميداليه ومش على طول باستمرار وانصح برضك السن دي اسباب رئيسي في اللي برضك ايه في المجال الصناعه في الصناعه في الصناعه تمام طب استاذه مها طب انت بالنسبه لك كنت لوحدك من 25 سنه ولا كان في لا ده هنا كنا احنا كنا بالسبعه وثمانيه وكده اهو بقى على بدايه انا لوحدي انت كل ما كان ده شيء ممكن في لوحده على حسب بقى ما الشغل بقول لك الشغل يعني
طول ما بيقل طبعا بتنزل. صحيح بتنزل. تمام، شكرا جزيلا استاذ معي.